كوبايتين فستق مقشرين، 5 معالق كبار سكر بودرة أو على حسب الرغبة، لو حابين أزيد شوية زودوا، لكن احنا معانا الشربات فخلوا بالكم مش لازم نزود قوي. معانا كوباية كنافة نية مفروكة، اللي عايز يحمصها ممكن برضو. معانا نص كوباية شربات تقيل، معلقة كبيرة ماء زهر، ومعلقة كبيرة ماء ورد. وللزينة معايا قشطة، ومعايا شوية فستق، ومعايا ممكن كريز كمان نعمل شوية زينة. نضرب بقى الكلام ده كله. نحط الاول الفستق يتضرب كويس، وممكن معاه على طول سكر البودر. اول دايما الحاجات الجافة، وبعدين نحط الحاجات اللي هي اللي فيها اي سوائل. نضرب بقى. نبتدي بقى ندخل الكنافة علشان تتضرب معايا. خلاص كده نحط بقى معاهم الايه الموارد والمظاهر، وهحط شويه من الشربات. الشربات على حسب الاحتياج، يعني مش هنمشي في الشربات بمقادير معينه، لكن لازم يكون تقيل، شربات تقيل، او ممكن تستبدلوه بالعسل الابيض، ده اللي بنصح بيه. لو هتعملوا الشربات يبقى على كل كوبايه ميه يبقى كوبايتين سكر علشان يبقى تقيل معانا. ننزل شوية ونشوف هنحتاج تاني ولا لا. دي بقى لازم يعني نظبط القوام على حسب فعلا الايه الاحتياج. ونشوف كده ايه الاخبار. لا انا شايفة لسه محتاج شوية شربات، شوية صغيرين مش كتير. هزود شوية كمان، عايزاها متماسكة اكتر شوية، واحدة واحدة، ما نستعجلش خالص علشان تظبط معانا وما تبقاش فجأة طرية زيادة. كده نشوف ايه الاخبار. كده شكلها خلاص ينفع ان احنا نشكلها حلو جدا. هعمل ايه بقى؟ نجيب بقى قوالب. انا معايا قوالب اهي، في قوالب تانية احنا عملنا بيها مفروكة عين الجمل. هستخدم المرة دي دول، التانيين كانوا سيليكون. ونبتدي نشكل، ولو معانا عجينة لسه هجيب قوالب تانية عشان نقفل اشكال تانية. بس نبتدي بس ان احنا ايه ندخلها حلو كده في القالب بالشكل ده، وبعدين اروح نازله كده وقلبها اهي. نعمل اللي بعده. نديها بس زينة بسيطة.
انا معايا القشطه، احط على كل واحده كده حته من القشطه وواحده كريزه عشان تكسر اللون. شوية فستق كده في الأطراف بس، حركات بس كده. الطبق ده يعتبر خلص معانا. شوف بقى ايه اخبار الفراخ.